رياض القصب أو الشهير بالشاويش عطية. ولد في 13 من سبتمبر عام 1903 بمدينة جرجا في محافظة سوهاج. لم يلتحق بالمدرسة لكنه تعلم القراءة والكتابة. بدأ حياته المهنية محصلاً في السكة الحديد. كان يلعب رياضة رفع الأثقال والملاكمة. اشترك في جماعة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد، ونصحه زملاءه الاستقالة من وظيفته والسفر للقاهرة لدخول عالم الفن. توجه إلى القاهرة، وهناك تعرف على الفنان محمود شكوكو، والذي قدمه للفنان علي القصار لينضم لفرقته، ليحصل منه على أول أجر في حياته السينمائية، وكان 50 قرشاً. بعدما قدمه في فيلم سلفني 3 جنيه، كانت نقطة انطلاقته مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين، حيث اشتهر بشخصية الشاويش عطية بعدما قدم ثنائي مميز في تاريخ السينما المصرية. يملك رصيد فني كبير، حيث شارك في نحو 180 فيلماً، ونتيجة ارتفاع ضغط الدم اكتشف الأطباء إصابته بشلل نصفي في الجانب الأيسر، فكان لم يستطع مغادرة الفراش. وبعد تمثله للشفاء طلب للمشاركة في فيلم الخطايا، وذلك في عام 1962، حيث ذهب للأستوديو، وعندما بدأ في أداء دوري سقط على الأرض والدموع تلاحقه من شدة التعب والحسرة لعدم قدرته على العمل. وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي يدخل فيها استوديوهات التصوير. وبعدها بعام واحد رحل رياض القصبجي، تحديدا في 23 من أبريل عام 1963، عن عمر ناهز 60 عاما، تاركا علامة مضيئة وشخصية بارزة في تاريخ السينما المصرية.